بسم الله الرحمن الرحيم. دعيت إلى هذه المنصة التي يقف عليها المبدعون وتقف عليها قصص النجاح في عواصم العالم المختلفة. دعيت إلى بغداد، بغداد الأمجاد، لأقف كقصة نجاح عراقية، رغم أني لا أعد نفسي قصة نجاح، بل أنا قصاصة عراقية خطتها سنين من الشوق إلى الوطن، خطتها سنين من الغربة، خطتها تحديات مجتمعية كثيرة. سمر ثامر كامل عفون، فتاة عراقية خرجت من صلب المجتمع العشائري العراقي. أعلم إن هذه المفردة العشائرية أصبحت تشكل عبئا على مسامع الكثيرين، وأعلم إنها باتت تشكل اشمئزازاً للكثيرين، أسفاً لأن هذه المفردة دخلت عليها بعض الصفات السلبية التي هي حديثة على قيمنا العربية الأصيلة. هذه المنظومة القيمية العشائرية التي تتميز بصفات جليلة وكريمة تمتد إلى ديننا الإسلامي الحنيف، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله. إن التزمنا بهذه القيم الجليلة كنا خير أمة أخرجت للناس، تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولدت في بغداد ونشأت وترعرعت في هذه المدينة. كان حلمي منذ صغري إن أكون طبيبة، وكان حلم والدي إن أصبح طبيبة. أنا لا أملك الأخ، عندي أخت تصغرني بأربع سنوات. والدي أب عراقي تقليدي، يتصور ككثير من الآباء والأمهات في مجتمعنا العراقي إن كلية الطب هي الضمان الأمثل والأسمى لمستقبل أبنائهم. يؤمن بأن تعليم المرأة هو ضمان لحاضرها ومستقبلها، لكن كأب عراقي عربي شرقي خرج من صلب المجتمع العشائري لا يؤمن بأن المرأة قد تحتل مراكز قيادية في إدارة المجتمع. كنت مجتهدة دراسيا، لم تحالفني الظروف ولم يسعفني الحظ أن أحقق حلمي بأن أكون طبيبة. أصبح حلمي هشيما تذروه الرياح. فقدت الأمل بأن أكون طبيبة وأرتدي الصدرية البيضة والسماعة وأساعد المرضى وأعالج المرضى. فقدت هذا الأمل، أصبحت أحاط بكابوس الفشل، كابوس من الفشل يراودني أينما ذهبت. ما قدرت أحقق حلمي، ما قدرت أصير طبيبة، إذن أنا راح أكون إنسانة فاشلة بالمجتمع. قررت إن ما أدرس وما أكمل دراستي الجامعية. بعد وكان والدي طبعاً يثني على رأيي إنه ما أكمل الدراسة، لأنه أنا ما أختار الطبيبة، خلاص ما ممكن إنه ألقى نفسي بأي وظيفة ثانية. بعد ضغوط من الأهل ومن الأصدقاء ومن مدرساتي، قررت إن أدرس كممارسة لأحد هواياتي، دراسة اللغات. منذ صغري كنت أحب دراسة اللغات المختلفة، لأني أرى في دراسة اللغة علماً شمولياً يساعدني على الاندماج مع ثقافة العالم الآخر. درست أدب اللغة الإنجليزية، وكان علي أن أدرس لغة ثانية، فاختارت اللغة الفرنسية كلغة ثانوية. تخرجت من الجامعة سنة 1998 وأنا أحمل بكالوريوس في أدب اللغة الإنجليزية ودبلوم باللغة الفرنسية. بعد فترة وجدت أنه زملائي وزميلاتي بدأوا يبحثون عن وظائف لينزجون في مفاصل الحياة، فأني كان حالي حال الآخرين، ردت أنه أبحث عن وظيفة. طلبت من والدي أنه
يعني أكون أسوة بالآخرين وأبحث عن وظيفة. فقال لي أنت لا تبقين بالبيت، أمك محتاجتك، إحنا يعني أنا أقوم بدور الإبن والإبنة في نفس الوقت لأنه ما عندي أخ، فأفضل إليش أنه تبقين بالبيت. وأنا استسلمت لإرادة والدي. بعد سنوات، بعد تخرجي بأربع سنوات وأني قاعدة بالبيت بدون وظيفة، قررنا السفر يعني في زيارة إلى دولة الإمارات. كانت في نهاية 2002. عندما وصلنا إلى دولة الإمارات بدأ تصاعد وبدأ الإعلام يشير إلى دخول القوات الأمريكية. دخلت القوات الأمريكية إلى العراق، وبعد فترة يعني انقطع الطريق البري والجوي، تعذر علينا رجوع للعراق. كنت أنام وأصحى على أمل أنه باكر راح أرجع لبغداد، أرجع لبيتنا وأرجع لمدرستي أشوفها، وأرجع إلى صديقاتي وإلى جيراني، أرجع إلى هذا الجو الاجتماعي اللي ما ممكن نلقاه في كل دول العالم، هذه الطيبة العراقية اللي تميز شعب العراق وتميز العراقيين أين ما كانوا في أي دولة من العالم. بدت القنوات الإعلامية تتاجر بأحداث العراق، بدت تنشر صور من الرعب والدمار والقتل والذبح والدم. فبدت أتيقن أنه الرجوع إلى العراق في الوقت الحالي، يعني أنا ذاك بعد 2003، أمر صعب، وبدأ حلمي بالرجوع إلى بيتنا بدأ يضمحل شوية شوية. قررت أن أفاتح والدي وأطلب من عنده أبحث عن عمل، لأنه حتى مفردات اللغة اللي تعلمتها بديت أفقدها من قعدتي بالبيت، ما عندي شيء أسوي. كنت أشغل وقت فراغي بقراءة القرآن الكريم، كانت تستوقفني بعض الآيات عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى البشر، وكيف يخاطب المرأة والرجل على حد سواء، عندما يقول المؤمنين والمؤمنات، الصابرين والصابرات، القانتين والقانتات، والكثير من الأمثلة الكريمة. فكنت أسأل نفسي، هل توجد معادلة وهل توجد عدالة أكثر من العدالة السماوية؟ وهل يوجد دستور يكون منهج لحياتنا أكثر من القرآن الكريم؟ كنت أؤمن بقدرة المرأة العربية وأؤمن بقدرة المرأة العراقية على وجه الخصوص، إلى أن وصلت سنة 2008 بعد 10 سنوات من تخرجي، وأني جليسة بين جدران الغربة، أختي الأصغر مني غادرت لتعيش مع زوجها في إنجلترا الذي يعيش هناك. أصبحت أعيش غربة داخل غربة، كل شيء حولي غريب، لا الدار هو الدار، ولا الجار هو الجار، ولا الوطن هو الوطن. والوطن بالنسبة لنا العراق مو قليل، خاصة إحنا العراقيين عندنا جذور عميقة بهذا البلد. فكان حنيني للوطن يعني خليني أفكر وأطمح أنه أني أرجع للعراق، بس الظروف ما تساعد. في 2008 قررت أن أجلس مع والدي وأكلمه عن طلبي بالبحث عن الوظيفة. جلست مع جلسة ابن مع أب وليس ابنة مع أب، فوافق أنه أني أبحث عن وظيفة وسمح لي أنه أشتغل، لكن بشرطين. شرط كانت هذه الشروط هي أقرب للمحال، أقرب للمستحيل من الواقع. طلب من عندي أنه يعني يجب علي أن أعمل في قطاع حكومي وأن أكون في منصب إداري عالي. أنا في دولة هي عنوانا للأرقام القياسية تضم كل كفاءات العالم، طيب أنا شلون راح أشق طريقي وألقى وظيفة بين هذه
الخبرات والكفاءات، وأني إنسانة جاية من البيت من فراغ. فما جعلت هذه الشروط هي عائق، لكن كنت مؤمنة بنفسي ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى، حق الإيمان وحق التوكل، لأن من توكل على الله كفاه. فبديت أبحث لعل وعسى أن أحقق هذا الحلم. فبديت أقدم أونلاين على كل مؤسسات الدولة. في يوم من الأيام جاني اتصال من مؤسسة حكومية فتية حديثة التكوين، إنه إحنا نبحث عن خريجين لغة إنجليزية. التحقت بالعمل، بقيت في هذه المؤسسة الحكومية سنتين. تعلمت من هذه المؤسسة ومن العمل في القطاع الحكومي في دولة متقدمة كيف تدار المؤسسات الحكومية وكيف تبنى الأوطان. لا تبنى بالأوهام، ولا تبنى بالكلام، ولا تبنى بالأحلام، بل تبنى بتكاتف الجهود، جهود أبناء الوطن الواحد. كان عملي مكتبي روتيني نوعا ما، كان يعتمد على التقنيات الحديثة أكثر من المهارات الفردية. فبديت أبحث عن وظيفة أخرى أستغل فيها مهاراتي الفكرية وطاقاتي. تسنت إلي فرصة أن أعمل بشركة أجنبية، شركة مختصة في مجال الأمن والسلامة لمشاريع النفط والغاز والمشاريع الهندسية الكبيرة. طيب، أنا أمام خيار وتحدي صعب. لا أعلم أي شيء عن النفط والغاز، كل شيء ما أعرف. بنية عراقية عايشة في دار محاط بالتزام ومحافظة، كل شيء ما أعرف. كل اللي أعرف عن النفط والغاز هو يمكن جليكان النفط اللي نترس به الصوبة وقنينة الغاز اللي نحطها على الطباخ. هذا اللي أعرفه، حالي حال أي بنية عراقية أخرى. بديت أبحث وبديت أفتش عن الطرق وعن آليات النجاح في هذا القطاع. دخلت في مجتمع أجنبي بحت بكوادر وبإدارة أجنبية معظمها بريطانية. كان يعني أجد نفسي أنه أني أمثل المرأة العراقية، وأمثل المرأة العربية، وأمثل المرأة المسلمة. عادة لما يندمج شخص مع مجتمع يحاول أنه يمثل المجتمع الآخر حتى يتكيف وياه. أنا كنت عراقية بحتة. جعلت من الأجانب يبحثون ويفتشون في الشخصية العراقية، في التركيبة العراقية، في تركيبة المرأة المسلمة. كنت دائماً أحاول أن أنقل رسالة أنه إحنا العراقيين لما نكون في مجتمع ويطلب من عندنا إنجاز نكون رقم صعب، يصعب تجاهله ويصعب تجاوزه وغض النظر عنه. بديت أفتش في كل تفاصيل عملي، في كل تفاصيل النجاح، كإنسانة أولاً وكمرأة عاملة ثانياً. بديت أدرس، عرفت أنه النفط هو عصب الاقتصاد في كل دول العالم، وأن الاقتصاد يرتبط ارتباط مباشر بالسياسة. فبديت أدرس السياسة الدولية في الجامعة الأمريكية في دولة الإمارات. بعد ذلك بدأت الشركة تؤمن بقدراتي، تؤمن بمنهجي الفكري، وأنه كيف نذلل الصعوبات لتحقيق نجاحات. بديت أدخل في إدارة المشاريع، مشاريع عمرانية كبرى وضخمة جدا يشار إليها في البناء في كل دول العالم. أصبحت إلي بصمة نجاح عراقية
في مشاريع كبرى. بعد ذلك بدأت يعني تسلط علي الأضواء الإعلامية، وبدأت المجلات تكتب، وبدأت القنوات الإعلامية تكتب. ف يعني شفت نفسي أنه ناس من يلقبني بالمرأة الحديدية، وناس يلقبني بالمرأة القوية، وناس يلقبني بالشخصية الفولاذية، وتسميات كثيرة. فبديت أريد أكتشف شنو هي المرأة القيادية، منو المرأة القيادية؟ من إحنا صغار وفي كل مجتمعنا العراقي تحديداً، لما نتكلم عن المرأة القوية يعني شو يجي على بالنا؟ مرأة لسانها طويل، مرأة تحاول أنه تنسلخ من الأنوثة وتكون يعني تشبه نفسها بالرجال، مرأة تحاول أنه يعني تتجرد من صوتها الأنثوي. بحثت عن دراسة للكشف عن المهارات القيادية، لقيت دراسة في جامعة أكسفورد في إنجلترا، هذه الجامعة العتيدة. كان حلمي من صغري أنه أنا خاصة أن درست الأدب الإنجليزي، فأسمع عن جامعة أكسفورد أعتبرها حلم يوم من الأيام أنه أزورها. قدمت لي هذه الجامعة، وكانت معايير القبول في هذه الجامعة صعبة جدا، ما تعتمد على الدرجات بل تعتمد على القوة الفكرية وعلى الكاريزما وعلى الشخصية والإيمان بالنفس. قدمت بعد أن اجتازيت مرحلة امتحانات 250 سؤال وتجاوزت هذه، وتقدمت للدراسة. بعد هذا طلبوا من عندي أنه أفتش عن شخصية هي تكون مثال إلي أقتدي بها. لم أجد أفضل من شخصية السيدة خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة التي خرجت من صلب المجتمع العشائري في وقت كانت المرأة فيه توأت، في وقت كانت المرأة فيه تحرق بالنار، خرجت إلى محيط العمل وكانت تنافس الرجال بنجاحاتها، كانت تلقب بين قومها بالطاهرة. هذه المرأة التي تواضعت وتذللت أمام رجل وأخذت بيده ليكون نبي هذه الأمة، هذه الأمة التي كان نجاحه ابتدأ بكلمة وانتهى بأمة أرضها من مشارق الأرض إلى مغاربها. بعد كل هذه النجاحات وهذه التكريمات وكل هالأمور، بديت أفتش عن العراق وين؟ العراق يباوع علينا وإحنا نباوع عليه. كنت أني ولا أزال أشوف نفسي أني كحمامة بين سرب طائر مهاجر من بلد إلى آخر، لكن نظري هو يمشي عكس التيار، دائما عكس الاتجاه، عكس اتجاه الهجرة. أباوع على العراق، وش نقدم للعراق؟ جيت إلى محافظة البصرة، هذه المدينة الطيبة، فبديت أبحث إنه شلون أني أساعد العراق. خرجت من الفندق لقيت طوابير من الشباب قاعدة تبحث عن فرص عمل، شباب يائس، شباب فاقد للأمل. اليوم سمر المفرجي تؤسس مراكز تدريب لتدريب الشباب العاطل عن العمل وتدريبهم في قطاع النفط لينزج في إدارة المشاريع النفطية التي هي حصب الحياة في العراق. هذه الإنسانة اللي فقدت الأمل إنه تكون طبيبة، اليوم أنا طالبة ماجستير في جامعة هولت الأمريكية في نيويورك، وأسعى إن أكون الدكتورة سمر قريباً، الإنسانة العراقية التي تعمل وتأمل إن ترى عراقاً موحداً متعالياً عن الأحقاد ومتعالياً عن كل النزاعات، متعالياً عن الاختلافات. علينا إن ننهض بهذا البلد لنبني الوطن بالكفاءة التي ينتظر منا العراق إن نبنيه.
هذه السواعد هي الوحيدة القادرة على بناء العراق، ونحن بأنفسنا وحدنا قادرين على بناء العراق. وفقنا الله وإياكم. وفقنا الله وإياكم أجمعين، وأسأل الله إن أراكم دائماً بخير، وإن أرى عراقاً متميزاً موحداً بسواعدكم أنتم أيها الأبطال، فأنتم قصص النجاح التي جئنا من أجلها. لكم مني كل التقدير والاحترام. شكراً جزيلاً.